مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا في حلقه جديده من برنامج برنامج حي ودرج. من كثر البرامج صرنا نتيه بالاسماء. مرحبا بكم في حي ودرج، الحلقه الثانيه اللي احنا منتظرين بها مشاركاتكم ومداخلاتكم على برنامجنا، وحتى تدخلون معنا على السحب وتربحون معنا جائزه بقيمه $100 مقدمه من قناة سامراء الفضائية، قناة كل العراقيين. اليوم احنا برنامجنا نعطيكم نبذة سريعة ايضا على حي ودرج للي ما تابعنا بالاسبوع الماضي. حي ودرج متألفة من 30 مربع، طبعا لعبة مليئة بالمتعة والمغامرات الجميلة. عندنا يكون موجود عندنا عداد، طبعا العداد راح يكون يطلع لك رقم من 1 to 6 حتى تدخلوا يانا على المغامرة. يبدأ من 1، عندك يبدأ في درج والسلم هذا، وأيضا في طريقك راح يكون ثعبان، والله يسترك من هذه الثعبان. مو صعبة أنه أنت توصل للثلاثين، لكن أنه صعبة أنه تتخطى كل هذه الثعبان اللي تشوفها الآن موجودة. عندنا 4 ثعبان بهذه اللعبة، فالحية هذه كلش طويلة طبعا، بالذات اللي هي رقم 27، الله يسترها منها. احنا بانتظار اتصالاتكم على ارقام هواتفنا اللي راح تظهر اسفل الشاشه الان، هي موجوده. عندك 6 مراحل تتجاوزها حتى توصل لهدفك للفاينل. ويانا اتصال، منو؟ افراح من صلاح الدين. اهلا يا افراح. افراح من صلاح الدين. اهلا يا افراح. اسمعيني من التليفون. اريد افراح، اسمعيني من التليفون. جاهزه؟ جاهزه على الحي ودرج؟ جاهزه. يا الله، يلا نشوف العداد. 2، يلا 1 2. حلو، خليه شوي انا. يلا 3 1 2 3 و5 على السلم. وين الصوت شباب؟ بعد وقت، يلا اعطونا بعد عداد. ستة، 1 2 3 4 5 6 على 14. يلا بعد. الله. 2، حلو، 1 2 صف الحية، الله يستر. يلا عداد شباب، ايش قد كم مرحلة بقت؟ ها؟ 2 3. يا الله، خلصت من الحية الأولى لكن وقعت بالحية الثانية. 1 2 3. يا صفقة، انزل 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 للسبعة. ها افرح، ايش قد باقي؟ مرحلة واحدة. مرحلة واحدة. يلا افرح. أربعة. شوفي شوفي افراح. 1 2 3 4. والسلم وين صعدك؟ وين 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 وين؟ 26. بس خلصت المراحل مالتك. شلون هسه؟ نطيش بطاقة ذهبية؟ ها؟ كيفكم؟ إذا نطيش بطاقة ذهبية، راح نطيش بطاقة ذهبية، بس لازم تلتزمين بالإجابة. إيه.
عندش خيارين ان شاء الله حتى تكملين المرحله الاخيره. تمام، راح نسالك سؤال، نسالك سؤال تمام وتجاوبين عليه او تعطينا موقف مضحك، ايش تختارين؟ شوفي، هو الاسهل هو انت تختاري، انت تريدين سؤال لو تريدين موقف مضحك. يعني انت تنطوني موقف مضحك؟ اي لا، انت الموقف، انت تحكي لنا موقف مضحك مر بيش في يوم من الايام، او نعطيك سؤال وتجاوبين عليه. انطوني سؤال اجاوب. يلا سؤال راح اسالك، ما هو الحيوان اوكي ما هو الحيوان الذي عظمه يغطي لحمه؟ الشفاط. شنو؟ ما تسمع. صحيح، اجابتك صحيح، سمعونا صفقة. حلو حلو افرح. يلا عندش مرحلة، اعطينا عداد شباب، هاي جتك مرحلة انقاذ، يجوز تطلعين اربعة انت فايزة، غير الاربعة سلمينا. يلا ستة، نعتذر منك يا افرح، شكرا لك. نرجع الى متصل اخر، طونا متصل اخر. يلا منو؟ سيف من كركوك. هلا يا سيف. عيني الف هلا، شلونك حبيبي؟ حياتي عيني. هلا بالغالي. يلا جاهز؟ جاهز عيني ان شاء الله. يلا يلا شباب طونا العداد بالمرحله الاولى. يلا ثلاثه، اوه امورك عدله يا سيف. واحد، اثنين، ثلاثة، 22 رسم على 22. يلا اعطونا مرحلة أخرى. ايش قد؟ خمسة، لا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. يا فرحة ما دامت. انزل ويا اخوي، انزل 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 سيوفي، انزل. اكلناها والله، اكلناها. يلا يلا هاي المرحلة، هاي المرحلة الثانية، خلينا نشوف المرحلة الثالثة. يلا يا الله، يلا شوف العداد، وين الساوند افكت يا شباب؟ ثلاثة، ها بس عبرنا الدرج. واحد، اثنين، ثلاثة. يلا طونة. ثلاثة. يلا على ذيل الحية. واحد، اثنين، ثلاثة. يلا طونة مرحلة اللي بعدها. ها سيوفي. عيني عيني. شلون قلبك؟ والله ان شاء الله زين. يا الله يلا ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، صرت على العشرة، على العشرة. يلا عداد. ايش قد؟ خمسة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، على ال 15 وصلنا. كم مرحلة باقي؟ ها خلصنا، كانت اخر مرحله. شكرا سيوفي حبيبي من كركوك. ويانا اتصال اخر، صفاء من بغداد. هلا يا صفاء. الو صفاء، صفاء سامعتني؟ احمد من كركوك. منو؟ احمد من كركوك. اهلا يا احمد، شلونك حبيبي؟ نعم. الحمد لله زين. يلا جاهز على الحياة ودرج؟ جاهزين. يا الله يلا، يا الله. واحد، يا هاي واحد. يلا طونا عداد. اربعه،
واحد اثنين ثلاثة أربعة جاك الدرج على الثمانية. حلو حلو حمودي، يلا قول يا الله. يا الله ايه ثلاثة وياي حمودي، وياي عد 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 حمودي، واحد اثنين ثلاثة على الستة وعشرين. حلو حلو يلا ايش قد بقى؟ احنا شوي ستوب. ها حمودي شوف شجاك. لا انا اخوك، انا اخوك عيلتنا. انا عيلتنا اي والله. ايش قد بقى لنا كم مرحله شباب؟ ها؟ مرحلتين. مرحلتين، يلا حمودي تعاد وياي زين. يلا شوف ايش قد؟ بلكي اثنين. ستة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. يلا عندك مرحلة واحدة وعندك بطاقة ذهبية، إذا هاي نعطيك بطاقة ذهبية. زين. يلا. واحد على ثمانية. خلصت مراحل شباب؟ خلصت المرحلة. حمودي حبيبي سامحنا بس خيرها بغيرها إن شاء الله. يلا طول اتصال آخر. ألو منو؟ يسرى من بغداد. ألو 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 ألو. أهلا يسرى شلونك؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله، يا مرحبا. شلونك عيني؟ يا هلا حضرتك كل الكادر. يا أهلا وسهلا شرفتينا. جاهزة؟ حاضر وياكم اليوم. يلا إن شاء الله يا رب. يلا شلونك أنت بالحياة ودرجة زينة؟ يلا إن شاء الله. والله أنا قبل كنت ألعبها ويعني أفوز بها كنت دائما. يلا إن شاء الله اليوم تفوزين. يلا إن شاء الله. يلا طونا العداد شباب. أربعة. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة. يلا يا الله انطونا شباب عداد. اثنين حلوين اثنين على الستة. يلا نعم. ثلاثة على رقم تسعة صارت سبعة ثمانية تسعة هاي ثلاثة. يلا كم مرحلة بعد؟ باقي ليش مرحلتين؟ طلعت ليش رقم ثلاثة؟ واحد اثنين ثلاثة وصلنا رقم 12 وباقي كم مرحلة؟ باقي مرحلتين. حلو مين. يا الله يلا يا الله. اي نعم بس جتي الثعبان الله يستر. الحية هاي الحية الحية الله يستر منها. واحد اي هاي 13. لا اليوم العداد مو زين وياك ما ادري ايش بيه. لا ابد لا مو حلو اليوم مفلوز هو شوية سامحي تعبان هسه هو جاي من الدوام. اي لا معذور. ثلاثة شلون حظ حلو باعي. واحد اثنين ثلاثة وخلصت خلصت يعني حتى لو نعطيك فرصة ثانية ما راح. المهم المشاركة اكيد واحنا تشرفنا سمعنا صوتك. شكرا لك يا يسرى. ويانا اتصال اخر منو؟ هلا بأهل الناصرية. هلا بحسن شلونك حبيبي؟ ماكو أبد أنا كلش حسن أنا كلش سامعك حسن. دعوف الحمودي دحشو ويا أنا حسن. حسن مدى يسمعنا انطونا اتصال آخر منو ياي؟ ناصر من كركوك. من هو؟ سيف. سيف من كركوك. سيف لو ناصر نسيت اسمك بعدنا مو بادين يا معود. سيف. سيف. هلا سيوفي. انا غادي شلونك؟ هلا بالحبيب شلونك ويا حي ودرج؟ الله يسلمك والله ان شاء الله حظنا صاير. زين قل لي الجلقه شلونك بيها؟ والله ها زين ومو زين. زين ومو زين. يلا نبلش على العداد؟ يلا ان شاء
الله. يا الله يلا شباب اعطونا واحد. يا الله هاي واحد. يلا نشوف اللي وراها. هاي اثنين. يا الله حظك حلو اليوم. واحد اثنين. شوف لي وين راح تصعد. يا الله ل22. ل22. يا الله يلا انطونا عداد. أربعة. شوف وياي احسب. واحد اثنين. واحد ثلاثة. أربعة. أربعة. شقد؟ 26. 26. كم مرحلة خلصنا؟ خلصنا ثلاثة وباقي لك ثلاثة. دير بالك من الواحد. دير بالك من العينتين هذه. يلا هذا عربي دسوق. اثنين. حلو خلصنا منه. واحد اثنين. يا الله إذا جبت اثنين أنت فايز. ستة ما راح تطلع على الستة. بقى لك قد مرحلة واحدة. ها آخر مرحلة لو رقم اثنين لو سلم لي. يلا إن شاء الله رقم اثنين. يلا ثلاثة. لا سيوفي سيوفي سامعني؟ راح اعطيك بطاقة ذهبية من قناة سامرة. اخر فرصة. خلاص فصل يعني حرامات راحت عليه. من وياي؟ سعد الدليمي من الانبار. هلا بسعد وهلا بدليم. الو هلا خالي شونك؟ والله بخير الحمد لله. شلونك حبيبي انت؟ شلونك ويا الحياه ودرج؟ والله زين يعني بس حظنا مو حلو. لا حظك حلو ان شاء الله يا معود. تفرج تفرج ان شاء الله تفرج ونلعبها هناك بالرمادي. ان شاء الله ان شاء الله. يلا حبيبي جاهز؟ جاهز ان شاء الله. يلا هاي عداد وياك واول مرحله جاك رقم اربعه. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يا الله يلا طونا عداد. ستة. حلوين. شوف وياه يحسب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. صرت عشرة. يلا اليوم العداد زين وياك. يا الله يا الله. واحد ثلاثة. حرامات. واحد اثنين ثلاثة. يلا على 13. واحد يلا. هاي قبل شوية قلنا واحد ما اجى هسه. هاي مثل اللعبة مال شو اسمه الجوية والزورة. يلا اثنين. حلو دير بالك من الحية. يلا ايش قد باقي لنا شباب؟ اخر مرحلة ما يخالف يجوز توصل 20 تصعد 29 ونعطيك بطاقة ذهبية لانك غالي علينا. يلا اعطونا بلكي يطلع لك رقم اربعة. يابا ثلاثة بصف الدرج. فالحياة راح شو تسوي؟ انعلسنا يا اخوي يا سعودي. نزلنا للسبعة وخلصت مراحلنا. يلا شكرا لك يا غالي. طبعا احنا البطاقة الذهبية نعطيها بعض الاحيان للناس اللي ممكن تفوز ويانا. الى الان اليوم ماكو يعني راح ثلث البرنامج ثلث الوقت انتهى ولا مشارك تأهل ويانا على $100. وينكم يا شباب؟ وين المتصلين؟ وين أهل الحظ الحلو؟ حسن من الناصرية. السلام عليكم. سلام حبيبي شلونك؟ شلونك حبيبي أستاذنا العزيز؟ هلا بالغالي هلا. شلون أمورك؟ تحياتي لحضرتك العزيز والكادر. حبيبي تحياتنا أيضا لك. جاهز؟ حبيبي جاهز إن شاء الله جاهز. يا الله يلا طول العداد. يا الله ايش قد؟ خمسة. عد وياي حسن. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وعد درج. عدلوا قبل. يلا
هاي اولها. يا الله يلا بسم الله يلا طول الشباب طول العداد. واحد صرنا تسعة يلا بسيطة. يا الله شوف واحد صرنا عشرة يا معوض قوي قوي العداد. حسن من يمك يسوي لا 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 ضخ لبنزين انفخ انفخ عليه. اثنين صرنا 12 يلا عداد. واحد صرنا 13 شنو هذا يوم الواحد وياك؟ نطرق على واحد يوم نشلف ويا اي واحد كلش على زيد لو رايدين الواحد ما طلع. اسمع اسمع ايش قد هاي؟ ستة عد وياي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وعلى الحياة على أسبوعين. كم مرحلة بقت لنا؟ خلصنا المراحل يا حسن. يلا طول اتصال آخر. رسول بن واسط. السلام عليكم. هلا أخوي رسول شلونك حبيبي؟ هلا يا عبدالشبدي هلا حبيبنا حياك رسول. حبيبي انت شلونك ويا الحياة درج؟ والله هاي اول مرة العب درج. اول مرة بحياتك تلعبها؟ لا حبيبي. يا الله يلا ان شاء الله تفوز. اول مرة بحياتي طبعا. يلا هاي اول مرة بحياتك ان شاء الله تكون اول مرة حلوة. يا الله يلا شباب الطونة العداد ان شاء الله ان شاء الله يا رب. خمسة يلا هاي على الخمسة وشوفوا يا عد شوف حظك جد حلو. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة على ثمانية جاك الدرج. اوه حلو. يلا رسول نشوف العداد مرة اخرى. اثنين يلا واحد اثنين على عشرة. واحد حلو حلو يا حسن شوف على الدرج اصعد ويا اخوي. نعم على 26 امورك عدلة. حلو رسول ان شاء الله. يا الله كم مرحلة خلصنا شباب؟ احنا خلصنا نعم. رسول خلصنا ثلاث مراحل باقيت لك ثلاث مراحل. نعم. شوية هيجي اهدأ نعم. نفسيا ها وخليك ويانا مكنك. اذا تطلع رأس الرقم نعم. اربعة امورك عدلة رأسا تاخذ تدخل على 100 نعم. دولار. دير بالك من الواحد دير بالك من الواحد. يلا يلا شباب اعطونا العداد. نعم يا الله. ثلاثة حلو خلصنا من الحياة يا معوض خلصنا منها. واحد اثنين ثلاثة صرنا 29 هسه باقي لنا مرحلتين ونلعب بس على رقم واحد ما يصير غير شيء لازم نطلع واحد. يلا يا الله ثلاثة ما يخدمنا هذا ما يخدمنا رقم ثلاثة نطينا آخر مرحلة. يلا شباب إن شاء الله يطلع واحد. لا رسول نعم خلصنا المراحل لكن راح اعطيك بطاقة ذهبية. جاهز؟ نعم ان شاء الله. نعم نعم ان شاء الله. راح اعطيك اربع خيارات. نعم. لو تسمعنا موال. ها عيني؟ نعم. لو تسمعنا نعم. نكتة حلوة. نعم. لو تحكي لنا موقف. نعم. نكتة نكتة. ها؟ سمعت نكتة حلوة ان شاء الله؟ اي يلا نسمع نكتة يلا. ان شاء الله بس اذا مو حلوه ما اعطيك الفرصه. شلون شلون؟ ارهاب الزوج ارهابيه زفون سياره وفخك ونعم دائما يدخل تبديل حلو حلو خلاص راح نعطيك العداد اخر فرصه يلا
هاي تستاهلها. يلا سمعني. هذا يلا أربعة همينا ما جتي، وهذا حظنا يا رسول. يلا طونا اتصال آخر. منو؟ عباس من الحلة. هلا بعباس. عباس هلا يا بعد شبدي، شلونك يا عم؟ هلا يا عيني. عباس شباب الصوت عنده هو مشكلة بال يلا طول اتصال آخر. ألو السلام عليكم. سلام حبيبي، منو ياي؟ عبد الله. عبد الله من أربيل. عبد الله من وين؟ من أربيل. من أربيل. من أربيل. هلا بعبد الله. يلا جاهز على الحياة ودرج؟ يلا ماشي جاهز. يا الله يلا طونا العداد شباب. ثلاثة يلا عدوا يا عبد الله. واحد اثنين ثلاثة وعد درج. عدلوا قبل. 22. لا ما شاء الله امورك حيل عدلة اليوم ما شاء الله. يا الله يلا طونا. واحد هاي 23. يلا طونا بعد. ستة حلو يا عبد الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وعد 29. كم مرحلة باقي لك؟ ثلاث مراحل. عبد الله وياي ماشي ماشي. يلا جاهز، لازم تطلع واحد بس. ماشي اثنين ما يفيدنا، باقي لك مرحلتين. حضروا لي صفقة قوية لعبد الله إذا فاز. واحد الله حلو. الله حلو يا عبود. حلو حلو الحمد لله الحمد لله. والله أمورك عادل عبد الله، خليك ويانا حتى الشباب ياخذون منك معلومات، لانه انت دخلت ويانا على السحب على 100 دولار، اذا ما لك منافس فبالعافيه عليك ال 100 دولار. انت من وين عبد الله؟ من اربيل. اعرف هو اصلا من اي محافظه يعني. خلي اخذوا الداتا من عنده شباب. من وياي بعد اتصال؟ ياسين من كركوك. نعم من كركوك. هلا بياسين، شلونك حبيبي؟ الله يسلمك بارك الله فيك. ياسين انت من وين؟ من كركوك. من حي النصر. يا هلا يا هلا بيك. يلا جاهز؟ الله يسلمك. القبلة خلاص دخل على السحب على 100 دولار. عبد الله انت جاهز؟ خير حظي. جاهز؟ وش قسمك؟ جاهز نعم ان شاء الله جاهز. يا الله يلا نشوف العداد. الله اي نعم. اثنين اي نعم. اثنين لو خمسة؟ خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وعد درج. شوف 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 اي نعم. ثمانية. يا الله هذا الحكي صدق مضبوط. جاهز؟ جاهز. يا الله يلا طول العداد. يا الله أربعة. لا أمورك حيل عدل اليوم. واحد اثنين ثلاثة أربعة على 12. يلا أخوي جتك الحياة، دير بالك. لا ما أخاف احنا من الحياة. اثنين واحد اثنين ستة. عد وياي. عد اي نعم. يلا جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وعد درج. عدلوا قبل 29. اي نعم أمورك عدلة يا اي نعم. على الدرجة المضبوط. ايش قد باقي لنا شباب؟ مرحلتين يعني لازم لازم تطلع رقم واحد تمام؟ رحم اي نعم اي نعم. يلا قول يا الله بلكي يطلع رقم واحد رأسا. يا الله يا الله. خمسة ما يخدمنا. يلا انطونا آخر مرحلة. واحد
ها ياسين شو شعورك؟ وانا متعلم عن النجار اصعد عن درج يلا يا اخوي بالعافيه عليك. دخلت في انا على السحب على 100 دولار الان صار عندنا متسابقين او مشتركين اثنين اللي دخلوا ويانا على 100 دولار عبد الله من اربيل وياسين من كركوك. واهلا وسهلا بكم جميعا وكل المتصلين. ويانا اتصال منو؟ رياض من صلاح الدين. هلا بها صلاح الدين. هلا برياض. رياض فصل؟ فصل رياض. يلا طونا اتصال. الو سلامات يا هلا. الو السلام عليكم. حبيبي من وياي؟ حسنني. حسنني ما اسمع. حسنني من الطوس خرماطر. عبد الامير من وين؟ من الطوس خرماطر. اوه من طوس خرماطر. يا اهلا وسهلا. حبيبي لا لأول مرة ناخذ اتصال من طوز خرماته وكنا حابين ناخذه والله. يلا ويانا اتصال آخر. منو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو وياي؟ الله يبارك. أبو عمر. أبو عمر من بغداد. هلا يا أبو عمر. هلا بالغالي وهلا بأهل بغداد. الله يحفظك من كل مكروه أجرك الله. حبيبي جاهز أبو عموري؟ إن شاء الله. يا الله إن شاء الله توصل للمية دولار خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله اثنين. حلو واحد اثنين. يلا شوية العداد يراد لدفعة. نعم يا الله. هم اثنين. هذا تشلبوا اليوم ويا الاثنين. واحد اثنين. عشان. ابو عمر فداوة من عندك يا معول حتى العداد شوية يسرع. والله أنا ما عين حاسس بس من المشاركة المهم. يلا يا الله ما في غيره. ستة. حلو عد وياي. عد وياي يا ابو عموري. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. صرنا على رقم عشرة. يلا لو جيب واحد. نعم. تدخل رأسا على الدرج. لا يبا يا الله شقد واحد. حلو ابو عموري شوف شوف وياي. نعم. روح على 26 عدلوا قبل. حلو الله. كم مرحلة بقات؟ باقي لك مرحلتين ابو عموري بس عبر لي الحياة. دير بالك من الواحد. هاي البلوى حياة. هاي هاي الحياة هاي كارثة. هاي ما ادري منين جايبيها يا اخي. اي والله كارثة. شلونها؟ كارثة حش قدرك. ما في اطول من الفيلم مال هذا مال سمير غانم. يلا نشوف ال يلا نشوف العداد. يلا ايش قد؟ خمسة. ما يخدمنا الخمسة. ما يقدر يوصل. يعني يعبر اللعبة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ثلاثة. حلو واحد اثنين ثلاثة. وصلت حتى 29. النخوك خلصت مراحل؟ نعم. أبو عموري راح أعطيك فرصة إن شاء الله. الفرصة البطاقة الذهبية من البرنامج. عندك خيارات أبو عموري؟ نعم أستاذين. عندك أربع خيارات. لو تسمعنا موال. نعم. لو تحكي لنا نكتة. لو تحكي لنا موقف مضحك بس بشرط ذني كلهم لازم يعني ضحكا يعني مو هيجي زين. لو راح نسألك سؤال وتجاوبنا فأنت ايش تختار؟ ايش تريد اختار؟ انا اريد اريد فد موقف مضحك نكتة شوية تعطيك الجو يتغير عندنا بالهنا بالاستوديو. اريد شباب شوية تعطيني من التصوير. لا اعطيك حكمة. حكمة. حلو يلا اقبلها منك. الله يبارك فيك ان شاء الله ويحفظك من كل مكروه. امين اجمع. الحكمة اي والله اهم شيء اقول حق الدعاء. يا الله ما تغير. اللهم ربي يحفظ العراق والعراقيين. واللهم ربي يزيد النازحين الى ديارهم سالمين امنين. امين امنين. واللهم ربي يحفظ كل انسان طيب خير. واللهم ربي عمرك هذا البلد وانها تضيع ودائع امانتك ان شاء الله. امين ان شاء الله يا رب. يلا انطول عداد يستاهل ابو عمر ما دام دعا للنازحين يستاهل. يا الله يا رب واحد يطلع لك يا رب. ستة. يعني يا ابو عمر سامحنا.
هاي الدعوات الله ادخرنا اجوز اليوم القيامه. يلا مشي انطونا امل من ذي قار. هلا بامل. امل يا امل امل. ها اكو اتصال لو ماكو شباب؟ منو؟ ما اسمع. يلا اكو اتصال اخر؟ طيب حلو خلينا نستغل الفرصة ونشرح اللعبة للمشاهدين اللي الان جو حضره والبرنامج. احنا عندنا لعبة حي ودرج كل العراقيين يعرفوها من كنا بايام كنا اطفال نلعبها، وهي لعبة جدا ممتعة ومسلية وايضا الحظ يحالفنا بها ان شاء الله. عندنا من رقم 1 الى رقم 30 وعندنا العداد يعد من 1 للـ6. من 1 للـ30 راح تواجهكم كثير شغلات حلوة ومو حلوة. الحلوة اكو درج يطلعك مباشرة على الخط الاخير اللي هو ما قبل الفوز، وبالطريق راح تلقى حيات ثعابين كل وحدة لون ما ادري منين جاي بيها يا اخي، من افريقيا ما ادري منين، وبالذات هاي رقم 27 كارثة هاي. زين ويانا سلمان من صلاح الدين. هلا بسلمان. هلا اخوي جاهز؟ جاهز جاهز على الحياة ودرج؟ جاهزين ان شاء الله. بس دير بالك من هاي الحياة ذني، هاي رقم 21 و27 يخوفون ذني. يخوفون. الله ليستر. يلا انطوي عداد. يا الله يا الله. ايش قد؟ 5. والله لا امورك عدلة اليوم حيل. 1 2 3 4 5 وعدل قبل درج على 8. هذا أول درج صعدناه. يا الله. يلا العداد يقول 6. نعد 1 2 3 4 5 6 على 14. هم يا الله. دير بالك ترى جن الحياة. 6 أولي. شوف وياي شوف. جاهز تعد وياي؟ ها جاهز. 1 2 3 4 5 6 وعد درج عدلوا قبل عد 29. روح حلو. يا الله باقي لك 3 مراحل على 1 تلعب. هاي 2 ما يفيدنا، خلصنا من مرحلة بقت مرحلتين، لازم تطلع رقم 1 ما يفيد رقم 6. يلا اعطونا رقم 1 خلي يفوز. يلا يا الله. ها ندفع ندفع. حلو حلو الله حلو حلو وصلنا. مبروك عليك. يلا دخلونا على السحب الياسين. سلمان لو ياسين ما ادري. سلمان حلو. ويانا اتصال منو؟ قاسم من وين؟ هلا قاسم. سامرة. هلا بسامرة. هلا بالغالي. هلا بعد شبدي. شونك؟ الله يعزك. على قولة هنا بسامرة. هلا بريحة علي الهادي. فصل الاتصال. يلا طول اتصال. منو؟ الو. الو يا مرحبا منو؟ الو يا هلا. أنا أمل انقطع وياي الاتصال. سودة علي. هاي شلون انقطع وياك الاتصال اليوم؟ مدمر عليك. هاي الشركة مال اتصالات راح. الله عليك. اي الله يخليك. يلا عيني وياي أمل. أمل من وين تحشي ويانا؟ الله يخليك. تحياتي لك وللمخرج. الله يسلمك. أنت منين تحشي؟ من ذي قار. من ذي قار. يا هلا يا هلا بأهل ذي قار. هلا بأهل الناصرية. يلا انطونا العداد. يلا أمل إن شاء الله تفوزين على $100. إن شاء الله. يا الله. 6
يلا أمل وياي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نعم. وهاي الستة. يلا انطونا بعد العداد. وين العداد؟ حلو، ستة. لا اليوم أمورنا حيل عدلة ويا الستة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. فصل الاتصال ويا أمل. لا اليوم الشركة ذولي عندهم مشكلة ويا أمل. ويانا محمد منو؟ محمد جدوع. هلا حمودي. ألو أبو جاسم. ألو ألو، السلام عليكم. سلام هالأختي، منو ياي؟ آيات كاظم من بغداد. آيات من بغداد، يا أهلا وسهلا. جاهزة آيات؟ اي نعم. يا الله، يلا طول العداد شباب. وين الصورة؟ حلو. عندنا شقد؟ خمسة. لا ليش يا آيات؟ يلا طول اتصال آخر. الو الو، يا مرحبا، منو ياي؟ يا ناس، عباس كنان من بغداد. من هو؟ عباس كنان من بغداد. يا اهلا وسهلا، هلا بعباس. الو حبيبي، سامعك، سامعني؟ الله يحفظك ترى علي. حبيبي عباس سامعني؟ نعم نعم. بس اسمعني من التليفون، عوف التلفزيون. زين؟ سمعك من التلفزيون. يا الله، يلا نبدأ بالعداد. يا الله جاء ثلاثة. حلو حلو عباس، شوفوا ياي، واحد اثنين ثلاثة، وعالدرج عدلوا قبل لي وين للاثنين وعشرين. حلو، يلا شباب اطولنا العداد. واحد، هاي واحد. وين عباس؟ لا انقطع الاتصال ويا عباس. نرجع نصفر اللعبة ومن بداية الى متصل اخر. من وياي؟ الو الو، يا مرحبا، من وياي؟ حسين. حسين عمارة. هلا ابو علاوي، من وين تحكي ويانا؟ من ميسان. من ميسان، يا هلا باهل العمارة. حبيبي اشكرك، الله يوفقك، الله يسلمك حبيبي. يلا ابو علاوي نشوف العداد. يلا بسم الله. اي نعم. يا الله، واحد. حلو، يلا هاي اول دخلتك على المسابقه. يلا نشوف العداد، بلكي يطلع لك اثنين حتى تصعد الدرج راسا. خمسه. يلا مو مشكله، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، صرنا سته. يلا ستة، خليك وياي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هسه لو مبكر بنص الطريق على رقم خمسة كان صرنا عدى عش وصعدنا. يلا مو مشكلة. أربعة، عد وياي خوي. واحد اثنين ثلاثة أربعة، صرنا 16. خلصنا كم مرحلة؟ خلصنا أربعة، باقي مرحلتين. يلا عداد جاك أربعة. شوف حبيبي أبو علاوي، الله يوفقك. واحد اثنين ثلاثة أربعة، وعدلوا قبل عد 29. روح، إيش باقي لنا؟ 29 باقي لك مرحلة واحدة. إن شاء الله طلع رقم واحد وتفوز. يا الله، لازم رقم واحد، لازم. أربعة ما يخدمنا، خلصت المراحل. أبو علاوي أعطيك بطاقة ذهبية. أبو علي جاهز أعطيك بطاقة ذهبية؟ أنت خلصت مراحل. نعم. راح أعطيك بطاقة ذهبية بشرط لو تسمعنا موال، والعمارة صوتهم يخبل يقول لك، لو تسمعنا موال، لو تحكي لنا نكتة، لو موقف مضحك. يلا ايش تختار؟ يلا انطيك موال. اي موال، يلا يا الله. حلو، شوف الكادر كله بيصفق جوه.
يلا نسمع. أبدي روح. أبدي. إيه. ان شاء الله يطلع لك رقم واحد. يلا ان شاء الله يا رب. لا رقم اثنين معذرة يا حبيبي يا غالي. انطيناك فرصة اخيرة على هالموال الحلو اللي شنفت به مسامعنا ويا اتصال ابو مصطفى من كركوك. هلا ابو مصطفى. الو. يلا الو. غير اتصال. اوكي انقطع ويا ابو مصطفى. ناخذ اتصال اخر. الو يا الو. طيب طول اتصال اخر. عباس. عباس من الحلة هسه متصل معكم. هلا حبيبي عباس. يلا راح نبدي وياك على طول على المسابقة. يلا حتى ما نتأخر عليك. يلا على طول ندخل على عداد. يلا يلا خمسة. يلا عباس حظك حلو همينة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عدلوا قبال على ثمانية. يلا يلا انطونا عداد شباب. جاهز عباس؟ هاي اثنين جتك يعني واحد اثنين صرنا رقم عشرة. يلا يا الله بلكي واحد يطلع لك. ايش قد؟ خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. 15. يلا خلصنا ثلاث مراحل باقي لنا ثلاثة. يا الله يا الله. يعني إذا جبت هسه أنت خمسة رأسا تصعد لل 29. هاي اثنين. لا واحد اثنين. الحية نزلتك للأربعة. يلا مشاركة. يلا يلا بعد عندنا مرحلتين ما تدري. الله الله موجود. يلا روح. الله يكرمك. ستة. عد وياي عباس. مو قلت لك الله موجود؟ لا تنقهر خويا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يلا آخر مرحلة وجوز نعطيك فرصة. عد. ستة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. وحتى لو راح نعطيك فرصة ما راح تلوحك يعني. نعتذر منك يا عباس. تحياتنا للحلة الغوالي علينا. ويا اتصال آخر. يلا ألو ألو يا ألو. يا مرحبا من وياي؟ محمد جدور. هلا ابو جاسم. ليش انقطع الاتصال ذيك الساعه؟ من قواطوس. اهلا وسهلا. شكرا حبيبي. نجسان. نعم. شلونك حبيبي؟ انت شارك ممكن انت على الهواء. انت على الهواء ابو جاسم. يلا ان شاء الله. يلا يلا نشوف العداد. يلا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يلا يلا أبو جاسم. يلا يا الله. واحد. حلو حلو حمودي. واحد صعدنا مباشرة على ثمانية. حلو حلو. يلا شوف العداد شباب. يلا مرة ثانية.
بلكي يطلع لك ثلاثة مثلا إن شاء الله. خمسة. يلا مو مشكلة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صرنا 13، باقي لك مرحلتين أربعة إن شاء الله. أربعة تخوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة على الحية. علستنا أول حية، بس ما يخالف خليك إذا طلعت ستة ما يخالف حمودي، ما يخالف تصبر يا أخي تصبر. تقول يا الله حاشية مشاركة. أي طبعا. يلا بلكي هسه تجيك فد دفعة، خلينا نشوف المرحلة الأخيرة. يا الله ستة حلو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة على العشرة، يعني لو جاي عدى عشرة كان اعطيناك فرصة ذهبية. يلا نعتذر منك حبيبي حمودي. يلا رحم الله والديك. باقي لها باقي لك مرحلة، باقي لك مرحلة حمودي. يلا يلا شاب. يلا يا الله يلا. واحد حلو حلو حلو. شوف شوف وين صعدك على 11، يصعد على 26. ابو جاسم ان شاء الله عندك بطاقه ذهبيه، ثلاث خيارات تسمعنا موال، لو تحكي لنا نكته، لو موقف مضحك. ايوه هاي العالة كلها يمك والله. شد طيب احنا بياتنا. يلا بس لا لك نبكي زوجتي الشارك. ها يلا زوجتي الشارك ما يخال، بس سمعني هسا انت حتى تعطيك مرحلة انت وصلت. عوف زوجتك هسا انت يعني بعدين تسوي لنا مشكلة مو راح تفوز. والله ما اعرف شو يا بنطول عداد، هاي هديه من عندنا. يلا روح اخر فرصه لك. سته نعتذر منك يا ابو جاسم، شكرا لك. خلينا نعطي فرصه اخرى للمتسابقين ويانا مشترك اخر. منو؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. ممكن اشارك؟ اي ممكن حبيبي، شلونك عيني؟ شو اسمك اخوي؟ وليد من ساقط. ما اسمعك، شو اسمك؟ الو. يلا طول اتصال. الو نزل الليفل عندي ما ادري. الو نعم. طيب خلينا بعد ما ادري مخرج مدى اسمعك. يلا اعطينا اتصال حتى نطلع الفاصل. اوكي يلا. الو. طيب حلو خلينا ناخذ فاصل. المشاهدين الكرام خليكم ويانا مع امتع اللحظات في برنامج حي ودرج وهذه المسابقة الرائعة. كم فائز عندنا إلى الآن شباب؟ عندنا ثلاثة دخلوا ويانا على $100، ثلاثة راح نجري وياهم قرعة، لكن الله يعلم بعد الفاصل ايش راح يطلع عندنا من متسابقين. إن شاء الله يا رب كل المتصلين يدخلون ويانا ويفوز منهم واحد يستاهله ويستحقها أكيد. أنتم كلكم تستحقون $100. خليكم ويانا ويا قناة سامرة، القناة الأروع والأجمل، ومع برنامج حي ودرج. راجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وبعد هالأغنية الحلوة مع مسابقة حي ودرج وهذا البرنامج الجميل بكم. معانا اتصال جديد، رياض من صلاح الدين. هلا رياض، السلام عليكم. هلا اخوي، شلونك حبيبي؟ الله يسلمك يا عافي، الحمد لله. شلونكم؟ هلا بالغالي، هلا يا عيني. جاهز؟ يسلمك. جاهز ان شاء الله. يا الله يا الله، يلا نطلع العداد شباب. يا الله يا الله. العداد يقول خمسة. حلو رياض حظك حلو اليوم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عدلوا قبل على ثمانية.
هاي اولها. يسلمك. يا الله. العداد يقول ثلاثة. حلو يا رياض. لا انت امورك اليوم حيل عدل اليوم. عد وياي. واحد. ان شاء الله ان شاء الله زين. اثنين. ثلاثة. شوف الدرج وين. على 26. رياض متزوج؟ ويسلمك استاذ يا عزيز. متزوج؟ جاهز. انت متزوج لو لا؟ متزوج عندي بنات اثنين ولد. ما شاء الله. هاي ام الجهال اليوم راضية عليك. زين شوف انت وين وصلت لل 26. يسلم عليك بنتي حوراء. الله يسلمها. الله يسلمها. يلا عيني على طول. يلا باقينا كم مرحلة يا شباب؟ يلا. يسلمك. عندك اربع مراحل. يا الله. ثلاثة. ستة. ما راح يخدمنا ستة لان ما عندنا عداد على الستة. يلا نشوف الخيار الاخر. كم مرحلة باقية؟ ثلاثة. حلو. واحد. اثنين. ثلاثة. صرنا 29. يا الله. باقينا رقم واحد وندخل وين؟ على المية دولار. يا الله. يا الله. وباقي لك مرحلتين. يا الله. ثلاثة ما يخدمنا. يلا يا رب ان شاء الله واحد. الخاطر حوراء. ان شاء الله ان شاء الله. عندنا فرصة اخيرة راح اعطيك بطاقة ذهبية. الخاطر حوراء. ويسلمك لو خاطرك. زين. انت شلون صوتك حلو؟ والله صوتي ان شاء الله حلو. من اسمع صوتك ان شاء الله يصير حلو. يلا يلا سمعنا موال عاد. والله موال ما اعرف. هاي شلون؟ زين احكي لنا نكته. لا 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 لك راح احكي لك. ايه؟ شلون نقول غزل. شنو؟ ماذا اسمعك؟ ويا يلا شوق غزل. يلا. هم حلو وهم جاري. اي. واشتاق لك اليوم. اي. يا مصطفى العزاوي. الله. احبك اليوم ويدعو لك اولادي. الله. وتحبك بنتي حوراء. اه شلون تعرف؟ انا وياك وارجيله. اي. يلا اعطونا العداد. يلا يلا العداد شباب. يا الله يا الله يا الله. ان شاء الله واحد يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. لا لا الشباب ابد ما متوصل بيك. جماعة العداد هذولي ماكو ايش ما يتفهمون. ويانا ايات من بغداد. اهلا يا ايات. الو السلام عليكم. هلا عيني يا مرحبا. شلونك؟ زين الحمد لله. آيات مو؟ نعم. يلا آيات على العداد ونشوف بلكي يا رب إن شاء الله اليوم حظك حلو وتفوزين بالمية دولار. يلا يا الله. طونا العداد. خمسة. حلو آيات. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وعدلوا قبل على ثمانية. يلا هذا أول مرحلة. باقي لنا خمس مراحل. نشوف المرحلة الثانية. يلا العداد يقول واحد يعني عد تسعة. يلا انطونا عداد. آيات خليك ويانا. ها يا الله شقد؟ واحد. ها شنو هاي آيات العداد اليوم كله هيك بالقوة يمشي. واحد واحد. يلا انطونا هم واحد حتى تصعد. واحد. حلو حلو آيات. وشوفي وين على 26. حلو. دير بالش من هاي الحية. هاي 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 دير بالش منها. يلا ثلاثة. حلو خلصنا من الحية. الله كان علسنا. شوفي واحد اثنين ثلاثة. آيات نعم وياي؟ نعم
كم مرحلة باقي لك؟ اي نعم وياك واحدة يا انقطع. لا لا مو انقطع وياك. اي نعم وياك خليك ويانا اخر مرحلة. خليك ويانا الرصيد بس بسرعة. العداد نشوف العداد اذا طلعتي واحد فايز انت. ثلاثة لا يلا راح سامعتني آيات كانت تدهني بسرعة. راح انطيك راح انطيك فرصة انطيك فرصة أخيرة آيات. حسين من صلاح الدين أبو علاوي أبو علي يا حسين يا حسين سامعني يا حسين. طيب طول اتصال آخر. سلام يا هلا من وياي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا من وياي. أم حيدر من النجف. هلا أم حيدر يا هلا بيك وهلا بأهل النجف. جاهزة أم حيدر على حياة ودرج؟ جاهزة. منو كان يفوز قبل انتي لو بنت خالتك؟ لا اكيد انتي وبنت خالتك انت تلعبين عيو درج. نعم. منو كان يفوز قبل بايام ايام الطفوله؟ اول مره. اول مره تلعبين اللعبه؟ اي اول مره. يلا يلا ان شاء الله اول مره وتكون يعني بدايه خير. يلا نشوف العداد. سته حلو. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة على رقم ستة. يلا انطونا شباب العداد. خمسة. شوفي أم حيدر حظك حلو اليوم. واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة. وين عدلوا قبل على 26 على الخط الأخير. حلو. كم مرحلة خلصنا شباب؟ خلصنا اثنين وباقي لنا أربعة. إذا جبتي رقم أربعة رأساً أنت فايزة. بس دير بالك من الواحد. هاي الحية هاي أم راسها جات خوفها حيل مدري من جايبيها من جنوب أفريقيا. يلا نشوف العداد. واحد لا الحية عرفتنا نزلتنا لي وين للواحد. عشان أم حيدرة بتقولي لي غير تدعين توصي الحجية تدعينا. الله يسامحك. يلا كملي ويانا. يلا يلا بعد عندنا فرص عندنا فرص. واحد حلو. هاي صرنا على رقم اثنين. يلا كملي محيدر. واحد حلو اجانا الدرج. صعدنا على 22 محيدر. كم مرحلة بقت؟ اخر مرحلة. يلا محيدر هاي اخر مرحلة. واذا اذا عبرتي الحية يعني ننطيش فرصة. ماشي بس اسمعيني من التليفون ان شاء الله. يلا اسمعيني من التليفون. يا الله يا الله يا الله. واحد ان شاء الله. يعني ام حيدر حتى لو انطيش فرصه ما راح تقدرين تكملين اللعبه ويانا. نعتذر منك وان شاء الله يا ربي المرات القادمه حظ اوفر. سمعونا الطان طان طان طان. ويانا اتصال عمر من صلاح الدين. هلا عموري. السلام عليكم. سلام هلا اخوي. شلون صحتك مصطفى؟ هلا بالغالي. هلا يا عيني. شلوني؟ هلا عيني والله. يلا على طول على الهوا انت. يلا ندخل على العداد. العداد يقول اثنين. واحد اثنين. يلا قوي العداد قوي قوي. يلا ادفعوا شباب ادفعوا. لا هم اثنين. هاي شنو هاي؟ واحد اثنين. انت شنو متزوج اثنين؟ ما ندري. خاف لك نية تتزوج اثنين. انت متزوج لو لا؟ لا بعدني. بعدك بعد هاي شلون هاي كلها اثنين اثنين اثنين؟ الله اللي يستر انت شغلتك حلو تخوف. يلا انطونا العداد. سؤال الحافظ. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة على عشرة.
يلا ما ضل شيء. يلا اذا اجاك رقم واحد توب، هذا راسا يصعدك. اثنين خلاص علامات، واحد اثنين. يلا ايش قد باقي لنا، كم مرحله؟ لا عموري كم مرحله باقي لنا؟ اثنين. اثنين حلو. يلا بس دير بالك الحياه لان الجني يو يو يموتن. سته، شوف واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، صرت بين حيتين. الله سترك. يلا بلكي هاي المرحله تجيب، اذا جبت رقم اثنين راح تصعد لي وين؟ على 29. راح نعطيك فرصه اخيره زين. يلا ان شاء الله انطونا هاي مرحله اخيره مو شباب. يلا ثلاثة باوع وياي، شوف عيني، واحد اثنين ثلاثة. الحية وين علستنا؟ للتسعة نزلتني. سلم لي على الكل حبيبي وان شاء الله على الجايات. يلا طونا اتصال اخر. منو؟ احمد فاضل من سليمانية، ابو شاب الورد من سليمان بيك عفوا. حمودي احمد، الو يا احمد، ها يلا طونا اتصال اخر. الو الو السلام عليكم. سلام يا مرحبا. ام مصطفى وياك. مصطفى هلا مصطفى، شلون مصطفى؟ زين ان شاء الله الحمد لله. هذا يمي يسلم عليك. الله يسلمك ويسلم ان شاء الله. انت من وين تحشين ويانا؟ رحم الله. من الناصريه. من الناصريه، هلا باهل الناصريه. هلا والله على راسي. شلون خبز عيني بالناصريه يخبل مو؟ نعم الخبز مال اهل الناصريه يخبل، هذا مال التنور. اي ان شاء الله نوديكم ان شاء الله. يلا طول العداد شباب. يا الله ثلاثه حلو. ام مصطفى لا اليوم امورك حيل عدله. نعم واحد اثنين ثلاثه، شوف الدرج، الدرج لي فوق على 22 قبل، هاي من اول هدف ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يلا طول العداد شباب. العداد يقول واحد. يلا ما يخالف بس دير بالك من الحياة، يعني رقم أربعة ابعد عنه. ما أدري يمكن ما عنده حظ. لا لا عندك حظ، شلون شلون حكي هذا؟ يلا يا الله إن شاء الله. ستة، إي خلصنا من الحياة أبشرك. يلا يا الله الحمد لله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إيش قد؟ ستة، يعني بقالك لازم تطلعين لا. رقم واحد. وباقي لنا كم مرة، كم مرة نقدر نلعب؟ ثلاثة. يلا شباب نعم. انطونا نعم. يا الله إن شاء الله يطلع الواحد إن شاء الله إن شاء الله. يا الله ثلاثة ما يفيدنا، لازم رقم واحد. يلا بقالنا مرحلتين. يا الله يا ما شاء ستة الله. لا ما يفيدنا ستة. نعم أربعة هم ما يفيدنا. أم مصطفى نعم. خلصت المراحل لكن أنا راح أعطيك فرصة أخيرة، يعني لأن أهل الناصرية أعزاز علينا. أنطونا العداد يلا شباب. نعم أربعة وهمينا ما جبتي رقم واحد مع الأسف، يعني كان بودنا يا أم مصطفى، لكن يلا خيرها بغيرها إن شاء الله. طونا اتصال آخر. لقاء من صلاح الدين، أهلا لقاء شونك؟ لقاء. السلام عليكم. سلام يا مرحبا شلونك؟ شلونك عمو مصطفى؟ يا اهلا وسهلا يا هلا بيك. عمو سلمي على راموس. انا تدللين تدللين ان شاء الله يوصل. ابشري جاهزه ويانا على المسابقه؟ اي جاهزه. يا الله يلا طولنا العداد شباب. العداد يقول يا لقاء رقم اربعه. حلو هاي رقم أربعة، واحد اثنين ثلاثة هاي أربعة. يلا انطونا بعد. يا الله إن شاء الله إن شاء الله حظك حلو يا لقاء. إيش قلت هم أربعة؟ يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة على ثمانية صرنا. يا الله هذا خطأ نحسان، البلاي نحسان عندنا اليوم. هاي هم أربعة جتج،
واحد اثنين ثلاثة أربعة لقاء. شنو عندك مشكلة برقم أربعة؟ طالعة بأربع دروس شنو؟ ها؟ يلا انطونا بعد العداد. أكيد ما عندي حظ. لا عندك حظ شو ما عندك؟ يا الله ستة. شو شلون ما عندك حظ؟ يخبر رقم ستة بعد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة على 18. بس دير بالك عندك حيتين قدامك، يعني لازم ما تطلعين لا واحد ولا ثلاثة. إذا طلعتي رقم اثنين يا لقاء عدلوا قبل تصعدين على 29. تمام؟ تمام. يا الله عداد واحد. لا الواحد حية. عدلوا قبل نزلنا وين؟ على السبعة. كم فرصة بعد عندنا؟ باقيت لك آخر فرصة. يلا ألعبيها يجوز تصعدين على 26 داعش. يلا انطونا شباب لازم تطلعين أربعة. هاي الأربعة صار للساعة تطلعيها هسا قبلنا نحتاجها. جاش رقم ستة ما راح يخدمنا يا لقاء. يلا نعتذر منك. هاي صرتي 13 وخلصت مراحلنا. شكرا لك يا لقاء. ويانا اتصال آخر. يلا ألو ألو يا مرحبا. الله يسعدك اخوي شلونك؟ هلا بالغالي حياك. من وياي؟ تاج راس الله يحييك. سيف صلاح. سيف صلاح من وين؟ من ديالة. من ديالة. هلا باهل ديالة. هلا والله. هلا بالبرتقال. الله يوفقك. هلا الله بيك عيوني. حياك. يلا جاهز على طول؟ جاهزين ان شاء الله. يا الله يلا نطول العداد. ثلاثة. حلو. واحد اثنين ثلاثة. عدلوا قبل على الدرج. روح. وين الساوند افكت؟ اثنين وعشرين. يلا طول اتصال عفوا كملونا العداد. سيف جاهز؟ يلا هاي ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. خمسة وعشرين. يا الله دير بالك من اثنين. دير بالك من رقم اثنين. هاي شنو هاي؟ سمعني رقم اثنين لو ما حاكي اشرف لي. هاي اثنين. ننزل للواحد سيف. ايابه. اي والله ايابه. بس كم مرحلة عندنا بعد؟ باقي لنا ثلاث مراحل. يجوز تفوز ما لك علاقة. قول يا الله. يلا اخوي يلا توكل توكل. ساوند افكت ما كل يوم. يلا يا الله يا الله. يلا اثنين خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة على ستة. يلا باقي لك مرحلتين. ستة. حلوين. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة على 12. يلا شباب العداد. اثنين ما راح يخدمك يا حبيبنا يا سيف. نعتذر منك ان شاء الله فرصة اخرى وتفوز ويانا. ويانا اتصال اخر. منو؟ ابو صلاح من بغداد. ابو صلاح من بغداد. هلا ابو صلاح حياك. الله يسلمك. يا مرحبا. يلا جاهز على طول؟ جاهز. يا الله يلا طولنا العداد شباب. شباب عداد شباب. العداد يقول ستة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يلا طونا بعد. اثنين. واحد اثنين ستة. حلو. وياي أبو صلاح. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. صرت أي وصلنا لأربعة عشر. كم مرحلة خلصنا؟ خلصنا ثلاثة. باقي لنا ثلاثة. يعني احنا بالنص وامورك عدلة الى الان. زين الحمد لله. قول يا الله. يلا بلشوا. يا الله. خمسة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. والحية
علستنا نزلنا للسبعة، بس عندنا مرحلتين بعد. يلا ما نهتم احنا، يلا ما نهتم ما نهتم. يلا قول يا الله. اثنين واحد اثنين. انطونا بعد العداد اخر فرصة. واحد عشرة وخلصنا المراحل. خلص المراحل وسيف، لكن ما راح نقدر نوصل حتى لو اعطيناك فرصة اخرى ويانا اتصال اخر. طيبة من ذي قار، اهلا يا طيبة. مساء الخير، شلونك عيني؟ شلون صحة؟ مساء الانوار، يا مرحبا، هلا طيبة. الله يخليك، تحياتي لك ولكادر قناة سامرة. يوصل ان شاء الله. ايضا تحياتنا من قناة سامرة ومن كل كادر لكم والاهل الناصرية. يلا طيبا على طول على العداد ان شاء الله وياك. يا الله ستة. حلو، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وهاي ستة. يلا طونا بعد خمسة. طيبة وياي. نعم. شوفي عدي وياي، عدي وياي. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عدلوا قبل على الدرج فوق على 26. حلو. يلا هاي أمورك عدلة. الحمد لله. باقي لك ثلاث مراحل. يلا نعم، بس دير بالك من الواحد. أنت قولي ستوب. يلا أنت قولي ستوب. اثنين خلصنا ستوب. يا ستوب خلصنا، احنا خلصنا من الحياة. واحد اثنين. شم مرحلة بقت؟ مرحلتين إن شاء الله. إذا طلعتي نعم رأسها الرقم اثنين أنت فايزة. نعم. رقم ثلاثة ما يخدمنا، بقت لنا آخر محاولة. يلا يا الله إن شاء الله. يا الله. واحد. نعم. يعني خلصتي كل المراحل وبقتلك لازم تطلعين رقم واحد، بس ما عندك خلصت المحاولات، فاحنا اخر شيء ايش راح نسوي؟ راح نعطيك فرصه اخيره. نعم ماشي ان شاء الله. بكتب يوم الهم حاط اهل ذي قار ويا سامره ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. يلا اعطونا اخر فرصه شباب. يلا ثلاثه زين، خلي المخرج ينطينا واحد هو بكيفه. يقابل دن يلعب جول، يعني زين لعب ما تقولي لي، يقابل ودي يلعب تكيسرة. يلا شباب انطونا العداد. شكرا لك يا طيبة. انطونا عين انطونا. ابو يونس من بابل، هلا اخوي شلونك؟ الله يخليك شلونك؟ حبيبي انت شلون الصحة؟ خير الله يخليك. يلا جاهز اخوي على العداد؟ وياك. يا الله يلا بسم الله. واحد يلا طونا بعد خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، على ستة صرنا. يلا خلصنا مرحلتين وباقي لنا أربعة، إن شاء الله الجايات أحسن. يا الله واحد. يلا يلا يونس ادعينا يا أخي. يلا قول يا الله. يا الله ستة. حلوة الستة. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني ست وحدة. يلا العداد يقول أربعة. يونس 1 2 3 4. والحية وين تنزلنا؟ هم على رقم أربعة. إيه ما تقول لي شنو القصة اليوم. يلا انطونا العداد. ايش قد؟ أربعة. وصلت لثمانية. ايش عندنا بعد؟ خلصنا. شكرا لك يا يونس. رعد الو. الو اسمعك. السلام عليكم. هلا برعد، من وين تحكي ويانا؟ نوصل عاد من سامرة. هلا بسامرة، هلا بالغالي. اسمعني من التليفون. بيك أكثر. اسمعني من التليفون ها؟ لا تسمعني من التلفزيون. بيك أكثر عمري. فعلا اسمعك من التليفون عمري. حبيبي أنت. يلا على طول على العداد. إيه. العداد يقول وين صورتي؟
اثنين، واحد اثنين، هاي اول محاولة. يلا نشوف بعد، عندنا خمس محاولات. يلا شباب، وين صورتي؟ همينة ماكو. جيت ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، صرنا على ثمانية. يلا شباب. يا الله. اثنين، واحد اثنين، صرنا عشرة وبقالنا ثلاث محاولات. بلكي يجيك رقم واحد، رأسا تصعد على 26 إن شاء الله. خمسة، ما جاك رقم واحد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إيش قد بقينا؟ صرنا 15 وبقالنا باقينا مرحلتين. يا الله، بس دير بالك هنا أنا الخط اللي يخوف كل حياة. اثنين، أولي جتك الحية يمه يمه. واحد اثنين، نعلسنا على أربعة. يلا طول العداد، آخر محاولة، باكي يجيك رقم ستة زاد واحد. واحد اثنين، خلاص هاي ما راح ترهم يعني، حتى لو نعطيك فرصة. شكرا حبيبنا. من ويانا؟ من اتصال؟ ألو. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عامل برنامج مو؟ اي والله احنا هذا برنامج. انت من ويانا؟ أنا حسن مسلم من البصرة. حسن من البصرة؟ اي نعم. يلا عني راح ادخلك على الهواء، خليك وياي على الانتظار. ان شاء الله. يا الله. ألو. ألو. حسن من البصرة، شلونك؟ الحمد لله، انت شو اخبارك حبيبي؟ شلون امورك؟ والله الحمد لله بخير، انتم شو اخباركم؟ هلا هلا ابو، هلا بحسن حبيبه وفلاح. جاهز ويا على المسابقه؟ ان شاء الله ان شاء الله. يا الله يا الله، يلا على طول طول العداد ان شاء الله. يا الله. أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. حسن، انت متزوج لو لا؟ ها؟ ما جاي اسمع عيني شوي، الصوت يقطع. زين هسه راح اشده حتى ما يقطع. انت متزوج لو لا؟ ايه انا متزوج. هاي اول رقم طلع لك اربعة، بس لا راح تتزوج اربع نسوان يا معود. شنو بيه؟ ها والله. يلا طول العداد. يلا ابو فلاح. يا الله. خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يلا اعطينا محاولة، بقت لك أربع محاولات. يا الله إن شاء الله توصل للمية دولار حتى تتزوج رأسا. أشكرك إن شاء الله. أي ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يلا عدنا بعد العداد، اعطونا عداد. أربعة، وينك حبيبي حسن؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهاي الحية المرة شكلها دعت علينا ونزلتنا لي جوا للسبعة. هاي ما أدري شنو سالفة الحية اليوم، ما خلت واحد ما بالعدة. أي والله. أي والله، هي هاي 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 اليوم اليوم شو أسوي بيها ورا البرنامج؟ راح جايبها عصا هالقدر. دق دق كتل. يلا أخوي يلا نطونا نطونا العداد، عندنا عندنا فرصة، عندنا فرصة، لا تقلق أبو فلاح. يلا إن شاء الله. يا الله. ثلاثة، شوف، واحد اثنين ثلاثة، صرنا على عشرة. إيش قد باقي لنا؟ بقى لنا مرحلة واحدة. إذا جبتها بعد مرحلة، إذا جبت المرحلة الواحدة رقم 11 أنا راح أعطيك فرصة أخرى حتى توصل للأخير إن شاء الله. بس لازم تجيب رقم واحد هسه حتى توصل على 11 وتصعد على الدرج. يلا انطونا شباب. يا الله، لا ثلاثة ما راح يخدمنا الموضوع، وصلت 13. شكرا حبيبي حبيبي أبو فلاح، أخونا حسن من البصرة، نشكرك ونشكر اتصالك.
ها حلو، وصلنا لنهاية الحلقة؟ أوكي، يعني المخرج يقول لي خلص انتهى وقت الحلقة ووصلنا للفقرة الجميلة اللي هي إعلان النتائج الفائز، نجري قرعة بين الأسماء. وين الشباب الأسماء؟ حلو، جاهزة؟ طيب، إذن ويانا منو الأسماء؟ عبد الله من أربيل، وياسين من كركوك، وسلمان من صلاح الدين. راح نجري قرعة عليهم. طيب راح ناخذ الأغنية وفاصل يعني وأغنية، وراح نرجع لكم حتى نشوف وياكم منو اللي راح يفوز ويانا بقرعة اليوم. خليكم ويانا. طيب حلو، خلينا ناخذ فاصل. مشاهدين الكرام خليكم ويانا مع أمتع اللحظات في برنامج حية ودرج وهذه المسابقة الرائعة. كم فائز عندنا إلى الآن شباب؟ عندنا 3 دخلوا ويانا على $100، 3 راح نجري وياهم قرعة، لكن الله يعلم بعد الفاصل ايش راح يطلع عندنا من متسابقين. إن شاء الله يا رب كل المتصلين يدخلون ويانا ويفوز منهم واحد يستاهله ويستحقها، أكيد أنتم كلكم تستحقون $100. خليكم ويانا ويا قناة سامرة، القناة الأروع والأجمل، مع برنامج حي ودرج راجع لكم بعد الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام حياكم الله مرة أخرى، وصلنا للحظات الأخيرة من برنامجنا حي ودرج وهي إعلان اسم الفائز اللي راح يتأهل ويانا ويربح معانا $100 مقدمة من قناة سامرة الفضائية. حلقتنا اليوم كانت جدا ممتعة ورائعة بكم مشاهدينا الكرام، باتصالاتكم الجميلة وبمشاركاتكم الأجمل. فازوا معنا 3 أسماء، احنا بانتظار الأسماء الآن راح توصلنا وبلحظات مليئة بالترقب الجميل وصلت الأسماء. شنو؟ تفضل تفضل، شلونك أخي؟ شلون الصحة؟ شو أخبارك؟ إيش ماكو؟ والله موجود. هذه على خير حياك. زين الأسماء تقول، خلينا نشوف الأسماء. خاف الشباب غاشي. عندنا سلمان من صلاح الدين، إذا شايفين أنطيني كلوز. سلمان من صلاح الدين كاتب لي إياه بالأخضر، طبعا ما يبين أكيد يعني. وهذا الاسم الثاني، عبد الله من أربيل. عبد الله من أربيل، حلو. والاسم الثالث اللي يا شنو؟ ياسمين، ياسين، ياسين من كركوك. نصفط الأسماء من جديد مشاهدين الكرام. طبعا رعب رعب هنا الاستوديو والمصورين قاموا يخافون، يا أخي شنو هاي؟ وهذا الاسم الثاني وهذا الاسم الثالث. الآن راح نخوط الأسماء والنادي أحد المصورين موجودين عندنا بالاستوديو. يا يما داخ حتى الكاسة هم داخت. مصور، مصور تفضل. تعال سامر، تعال حبيبي، تعال 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 عاصم. جاهز تسحب؟ أنا اختار يعني؟ ايه لا هسه لا، صار حلو زايد فره بالعكس. ايه لأنه صار حلو. يلا يلا اختارينا الاسم اللي راح يفوز ويانا $100 من برنامج حي ودرج من قناة سامراء الفضائية، وراح نشوف وياكم الاسم. هو طبعا هذا الاسم اول واحد اتصل ودخل على السحب، وهو عبد الله من أربيل. عبد الله من أربيل هو اللي فاز ويانا. شكرا لك يا عبد الله ومبروك عليك $100. اذا شايفين الاسم هذا واضح، لو مو واضح واضح خلاص ممتاز. عبد الله من أربيل مبروك عليك حبيبنا، وان شاء الله يا ربي توصلك $100 ما دامك بأربيل. مكتبنا في أربيل ان شاء الله الان يتواصلون وياك حتى يوصلك $100، واكيد هو اخونا عبد الله يمكن من عوائلنا النازحه في أربيل. ان شاء الله يا ربي نكون قد استطعنا ان ندخل عليكم البسمه والفرحه وهذه الساعة الحلوة من برنامج حية ودرج. ألف مبروك لأخونا، سمعونا هالهولة، سمعونا هالهولة العبدالله اللي فاز ويانا.
ها من هو؟ ها المخرج يقول لي شو اسمه؟ اي هاي الهلوة عافية. اي تشيلات هم يضربوا لنا تشيلات. مبروك حبيبنا عبد الله، وان شاء الله يا ربي نكون قد استمتعنا وياكم في برنامج حي ودرج. مشاهدينا الكرام اتمنى ان شاء الله يعني ان نلتقيكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقيكم في حلقتنا القادمة من برنامج حي ودرج من قناة سامراء الفضائية في الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي، محبكم مصطفى العزاوي، وخليكم ويانا دائما مع قناتنا الجميلة قناة سامراء الفضائية، قناة كل العراقيين، وإلى اللقاء.